السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، نعم مصطفى، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى أبو هادي، اتفضل. لو سمحت أنا عندي أكثر من سؤال، بس الأول أسأل حضرتك سؤال كده بخصوص مشروع إن أخويا عايز يعمله يعني، والمشروع ده عبارة عن إن هو هيأجر سكن بس لناس مش مسلمين. فممكن الناس اللي مش مسلمين دول يعملوا أفعال مثلا منافية للتعليم الدين الإسلامي يعني. هل يجوز تأجير منزل لكافر؟ اختصارا يجوز مع الكراهة، إلا إذا كان هذا المنزل ستمارس فيه أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، فواحش أو حشيش أو أي شيء، فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما هل يجوز لشخص أن يبني منزلا لنصراني أو يؤجر منزلا لنصراني؟ في الأصل الجواز، إلا إذا كان علم أن هذا بالذات سيكون بيت دعارة مثلا، لا 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 تفعل. أكيد أكيد. نعم.